المفاهيم ممكن تكون ملتهب. من المفاهيم اللي تم الخلط بينها هو مفهوم الحياة ومفهوم الدنيا. الناس خلوا الدنيا هي الحياة والحياة هي الدنيا، فأدى ذلك إلى أن هم يحصل عندهم شيء من أسوأ الأشياء اللي ممكن تحصل للإنسان، إن هم يكرهوا الحياة. والحياة في الحقيقة نعمة، الله سبحانه وتعالى يعلن للعباد إن هي ستكون مكافأة للصالحين، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة نعمة من عند الله سبحانه وتعالى. ايه اللي خلى الناس تخلط ما بين مفهوم الحياة ومفهوم الدنيا؟ ان في ناس كتيرة كانت بتفهم الناس ان هم كل ما يتركوا الحياة كل ما يكونوا زاهدين، وفي الحقيقة ان كل ما نستثمر الحياة وكل ما نحب الحياة كل ما نكون مقربين من الله سبحانه وتعالى وشاكرين نعمته. اول حاجة علموا اولادكم حب الحياة، ولن تستطيعوا ان تعلموهم حب الحياة الا اذا انتم قمتم بحب الحياة واستثمرتم فيها. استثمروا فاجعلوا أولادكم مع كل صباح يستبشروا بأن الحياة تبدأ من جديد، وإذا ضاقت عليكم الحياة تبسموا في وجوههم وعلموهم أن حب الحياة عبادة.